بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أربعة أسماء لسورة الفاتحة، حيث ورد أكثر من 20 اسما لسورة الفاتحة، ولكن لم يرد إلا أربعة أسماء لسورة الفاتحة في السنة. وهذه الأسماء هي فاتحة الكتاب، أول اسم لسورة الفاتحة. وكما ذكرنا في عنوان الفيديو، سوف نذكر أربعة أسماء لسورة الفاتحة، أولها فاتحة الكتاب، ثم أم القرآن، السبع المثاني، وأخيرا أم الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.